السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. في الفيديو النهاردة هوريكم ازاي انا عملت الفيونكة ديت. هي فيونكة سهلة خالص من الفوم، عملتها بفوم جليتر. قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما اوريكم ازاي انا عملت الفيونكة ديت، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب ليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نبدأ وهوريكم الخطوات ازاي اعمل الفيونكة دي. اول حاجه بالنسبه للشكل نفسه عشان ترسموه، هسيب لكم صوره تقدروا تحملوها في الديسكريبشن بوكس، فيها المقاسين اللي انا عاملاهم من الفيونكات. بيكون البودي بتاع الفيونكه يعني بيحتوي على حاجتين، الشكل الاساسي تحت وشكل الفيونكه اللي فوق. ده الشكل بيكون اللي فوق وده الشكل اللي تحت. هسيب لكم المقاسين دول في الديسكريبشن بوكس. هستخدم فوم جليتر، هستخدم نوعين، فوم جليتر عادي اللي هو بيكون الظهر بتاعه عادي، وفوم جليتر ستيكر بيكون الظهر بتاعه فيه لزقه او فيه ستيكر. ليه؟ عشان انا هنا بحب ان الفيونكه يكون الظهر بتاعها هنا فيه ستيكر، عشان لما استخدمها او الزقها على اي حاجه يكون الموضوع سهل جدا. هبدا ارسم على الفوم بتاعي باستخدام قلم، عندي انا قلم قديم روترنج عشان السن بتاعه هنا مش بيدخل لجوه، هو قلم سكرو، عشان لما اجي احدد على الفوم يعني ما ينفعش استخدم قلم رصاص او اي حاجه هتبهدل معايا المنظر بتاع الفوم وتضيع الشكل بتاعه. فانا هرسم على الفوم دلوقتي وبعدين هرجع لكم. بعد ما رسمت على الفوم هقصهم. بعد ما خلصت انا هنا عامله يعني اشكال كتير او الوان كتير، هختار الالوان اللي تناسبني وهبدا احطهم على بعض. هحطهم على بعض ازاي؟ يعني مثلا هنختار، مثلا لو هنختار ديت اللون الابيض ده مع اللون دوت، بالمسدس الشمع او استخدام الشمع اللي هو البلو جان، بلزق الاثنين دول كده هنا، بلزقهم عكس بعض، بيكون الجهتين الجليتر قدام بعض وبحطهم كده قدام بعض. وبعد ما بثبتهم بقوم تانياهم بالشكل ده، يبقوا كده اهو، ده الشكل بتاعهم، فيطلع الشكل بتاع الفيونكة. هثبتهم دلوقتي معاكم بالمسدس الشمع ونشوف. اوكي ده بيكون شكلها. طيب ازاي هخلي او هداري المنظر اللي هنا دوت زي ما احنا شايفين في الفيونكة اللي جاهزة وخلصت دي؟ بجيب لون الجليتر هنا او لون الفوم جليتر هنا، بحطه هنا وط عليها، او احيانا بيبقى لون تاني، انا احيانا بعملهم ثلاث الوان. فانا عندي هنا لون فضي، هحط عليها اللون الفضي. وده بيكون الشكل النهائي بتاعها. نفس الكلام بكرره في الصغيرين. بس كده، وده بيكون شكلها في النهايه بالنسبه للمقاس الكبير والمقاس الصغير. اتمنى اكون فدتكم النهارده في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب اليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. باي باي.